نحو 100 يوم هي المدة المتبقية لافتتاح مطار الموصل الدولي بحسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة وتصريحات الحكومة المحلية في نينوى، لكن نسب الإنجاز ما تزال متدنية. وضع حجر الأساس وبدأ العمل، وزيارات متكررة، يعني السيد المحافظ، كثير من النواب، كثير من الشخصيات السياسية يزورون المطار ويقولون بأن هناك نسبة إنجاز، لكن أنا متأكد من داخل المطار يقولون نسبة الإنجاز لحد الآن لا تتجاوز 35%، رغم أنه ما قاله السيد المحافظ بأنه في الربع الأول من العام المقبل سيتم فتح المطار. أكثر من 200 مليون دولار هي كلفة إعمار مطار الموصل وبناء أقسامه ومدرجه وصالاته وبرج المراقبة فيه، مبلغ طالته شبهات فساد في أوقات سابقة وأقاويل تحدثت عن استحالة إنجازه في الفترة المحددة. القائمين على العمل حددوا أنه بفلان فترة راح يتم الإقلاع من مطار الموصل، لكن إلى حد الآن الشيء اللي كمل هو كمل المدرج، يعني البنايات، صالة الضيافة، الضيوف، الحرس، ما حرس، الأبراج، بعدها كلها ما كملت. نتمنى أنه يصير إسراع بالعمل. ويعد مصليون مشروع إعمار مطار الموصل واحدا من أهم مشاريع الإعمار في نينوى، إذ من المؤمل أن يربط المحافظة بدول العالم الأخرى وينشط من حركة السياحة والتجارة والواقع الاقتصادي. وللأسف الشديد نرى تلكؤ واضح في إعادة إعمار هذا المطار الحيوي الذي يعد ذات أهمية كبيرة لأهالي محافظة نينوى، منها الأهمية الاقتصادية والأهمية السياحية. نرى أن هناك جهات تضغط على عدم إعمار المطار لمكاسب قد تكون محلية أو إقليمية، أو قد تكون ضغوطات من قبل أحزاب أو جهات متنفذة أخرى لعدم إكمال المطار. تأخر إنجاز مطار الموصل في موعده المحدد قد يصيب الموصليون بخيبة أمل كبيرة، خاصة وأن العديد من المسؤولين قطعوا عهودا ووعودا بإكماله في الفترة المحددة. عماد علي، والنيوز، الموصل.